أجمعين. ما زلنا مع الخواطر السباعية لأستاذنا الكبير الدكتور مصطفى السباعي عليه من الله شأنه الرحمة والرضوان، وها نحن نحط رحلنا عند الحكمة 15 بعد 100 الأولى. نعم. قال عنوان هذه الحكمة: إذا همت نفسك بكذا ماذا تفعل؟ قال: إذا همت نفسك بالمعصية فذكرها بالله، فإذا لم ترجع فذكرها بأخلاق الرجال، فإذا لم ترجع فذكرها بالفضيحة، إذا علم بها الناس فإذا لم ترجع فاعلم أنك في تلك الساعة قد انقلبت إلى حيوان بعيد المنظر. إذا الإنسان منا إذا همت نفسه بالمعصية، كل منا تحدثه نفسه بالمعصية، كل ابن آدم خطاء، وأفضل الخطائين التوابون. فإذا همت نفس الإنسان بالمعصية فعليه أن يذكرها بأن الله يراه، بأن الله شاهد عليه، بأن الله يسجل له ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سيدنا يوسف عندما عرضت عليه الفاحشة قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ماذا قال؟ قال: معاذ الله، معاذ الله، استعاذ بالله، يعني تذكر الله سبحانه وتعالى. أما ما يقال من أنه جلس منها مجلس الرجل من امرأتي وكذا، هذا كلام للإسرائيليات، كلام يهود، أما في ديننا هذا كلام، هذا نبي، والأنبياء معصومون من المعاصي قبل البعثة وبعدها على ما هو المعتمد. إذا عندما يهم الإنسان بمعصية فعليه أن يتذكر الله، أن يتذكر موقفه بين يدي الله، أن يتذكر أن الله يحصي عليه كل شيء. مهم؟ كل شيء صنعناه سنجده بين يدي الله حاضر. شو هي الآية يا شيخ مصطفى؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا. احنا اللي كان يقرأ القرآن قبل 1400 سنة حاضرا يعني مكتوب، لكن الآن نستطيع أن نتصور حاضرا بمعنى آخر. الآن أنا وأنا ألقي هذا الدرس هناك بس مباشر ومسجل، وكل أعمالنا تسجل، مؤتمرات، لقاءات، دعوات، خير شر يسجل. طيب إذا كنا نحن البشر عم نسجل لبعض، الله عز وجل أليس قادرا على أن يسجل لنا كل حركة ونفس، وأن يقدم لنا سجلات مرئية بالصوت والصورة يتحقق فيها قول الله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا؟ إذا نبدأ بأن نذكر أنفسنا بالله إذا دعتنا نفسنا للمعصية. قال: فإذا لم ترجع، يعني نفسنا يخاف بالمعصية، قال: فإذا لم ترجع فذكرها بأخلاق الرجال. الرجال لا يفعلون هذا، الرجال لا يظنون، الرجال لا ينظرون إلى عورات جيرانهم أو جارتهم أو نسائهم أو نساء إخوانهم أو لا ينظرون إلى عورات الناس، لا، وهكذا يعني ذكرها. أخلاق الرجال ليست كذلك، الرجل لا يفعل هذا، الرجل الذي هو رجل لا يصنع هذه الأشياء لا في السر ولا في العلن، ذكرها بأخلاق الرجال. قال: فإذا لم ترجع، ذكرناها بأخلاق الرجال لكن النفس غلبت، قال: فذكرها بالفضيحة إذا طلع عليها الناس، إذا علم بها الرجال. أن هون إذا تمت يعني بقيت النفس غالبة على صاحبها، ذكرها
أن الناس لو اطلعوا على هذا المشهد كيف سينظرون إلى صاحبه؟ كيف سينظرون إليك أنت أيها العاصي؟ كيف سيتعاملون معك؟ هل سيتعاملون باحترام بتقدير؟ أم سيتعاملون بإسفاف وإهانة ونظرة ازدراء؟ ذكرها، ناقش نفسك، أشغل نفسك بهذه الأسئلة، حركها، ابدأ بالله ثم بأخلاق الرجال ثم بالفضيحة إذا علم بها الناس. يقول لك الشيخ رحمه الله: فإذا لم ترجع فاعلم أنك في تلك الساعة قد انقلبت البعيد إلى حيوان. خلص، لأن الإنسان يعني تغلب في عنده شهوة من جهة، وعنده عقل من جهة، وعنده إيمان من جهة، عنده تراب ينزل به إلى الأسفل، لأن خلقنا من تراب، وعنده روح تسمو به إلى الأعلى، وهو الصراع داخل هذا الإنسان. الإيمان يقوي حالة الروح، حالة السمو، حالة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يستطع صاحب المعصية أن يذكر نفسه بالله، أو ذكر نفسه بالله فلم ترتدع ولم تعوي، وإذا ذكرها بأخلاق الرجال، وإذا ذكرها بالفضيحة، حينئذ غلبت عليه البهيمية والشهوانية والحال وحالة التراب وهبطت به إلى الأرض. قال: فاعلم أنك حيوان. نسأل الله العفو والعافية. عندنا حكمة، اللهم صل على سيدنا محمد، يقول: أن لا تعز مغلوبا على هواه، مرت معنا، حتى يعود إليه بعض عقله. في هذه الحالة خلاص غلبت عليه حيوانيته وعقله، صار بعيدا عنه، فهذا الإنسان لا يعظ إذا كان غارقا في المعصية حتى يعود إليه بعض عقله، كما قال في حكمة أخرى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم احفظنا بما تحفظ.